كم المهم وقع لي مشكل، كان وقع لي مشكل مع واحد السيد وحملت منه ولدت معايا هاد البنيته. وقع المشكل بيني وبينه، صافي وقع المشكل بيني وبينه، ومني قربت نولد هاد السيده جابوها ليا الناس وقالت لي بان راه غادي تهلا لي في بنتي، والوقت اللي غنوقف انا على رجليا غادي تجي تديها. جات عندي السبيطار قالت لي يا غادي نتهلا لك في بنتك، وقفي على رجليك وجي ديها. هاد السيده الغد اللي جات دات البنت، دات البنت، ومني وقفت على رجلي وخدمت جيت كنعيط ليها كنقول لها بغيت نشوف البنت، كتقول لي انا ما سالياش، انا عندي الضياف، انا عندي هادي، انا عندي هذا. كنقول لها شوفي راه الكبده ديالي هذيك، راه انت عندك ولادك، راه انا بغيت نشوف بنتي. كتقول لي شوفي انا ما سالياش ليك هاد الساعه، وكتقطع عليا التليفون، بلوكاتني في الواتساب، صافي ما بقيتش كنشوف بنتي شي 3 سنين دابا، شهر 3 سنين دابا ما كنشوفهاش كاع، وما عرفتنيش بلي راه انا هي الام ديالها الحقيقيه. وهاد السيده بلوكاتني حتى من الواتساب، كنقول لها صيفطي لي التصاور، ما كتبغيش تصيفط لي حتى التصاور. دعيتها في شهر 5 ولكن الحق ما كانش عندي انا، كان عندها هي. لدابا باقا ما شفتش المحكمه حكمت بالكفاله بلي تشدها هي، ودابا كنطلب من جميع الجمعيات يوقفوا معايا انا بغيت نرجع بنتي. توحشتها بزاف، ما قدرتش نصبر والله، درت لي محامي ولكن لا اله الا الله. واحد من المحكمه ما وقفتش معايا انا، وقفت مع هاد السيده اللي دات لي بنتي، وانا محرومه منها. حتى التصويره الوحيده ما عنديش، هذيك التصويره اللي عطيتك هي اللي كانت عندي. ربما ديك الساعه ما كنتش عارفه بلي يعني من بعد داك الوراق اللي دارت معايا انا ما عارفاهمش، انا ما قارياش، ما عارفه والو، ما قارياش، ما كنعرف حتى حاجه. مني مشيت شفت داك الوراق اللي وراني المحامي تصدمت فيهم بزاف، قلت لي انا راه ما عارفه حتى شي حاجه، قرا لي المحامي ما عارفه والو، هذا الشيء اللي قالت هي راني انا ما عارفاش. وكتبت لها الوراق وانا ما قارياش، هاد السيده كانت تقول لي سيني وانا ما عارفه على حتى شي ورقه، والكنيه كاينه الام، انا هي الام، وكني عطات الكنية ديال راجلها بلا خباري وانا ما عارفاش. وهاد السيده حرمتني من بنتي، حرمتني من بنتي، انا بغيت نشوفها. الا كاين الجمعيات يوقفوا معايا انا عيت، المحكمه جات جيتي انايا، هم يعطوها الكفاله باش تبقى عند الدريه. الظروف اخويا كانت عندي ظروف، ما كنتش بغيت تتشرد معايا، ما وقف معايا حتى واحد فراسهم. تخلاو عليك والديك ما واحد يشد ليا بنتي، ما كاينش. كنت خدامه، خدمت في فيرما وحطيتها عند المربيات، كنت حاطاها عند المربيات، وكنت كنجي كنلقى بنتي ديما مضروبه، من الشا كتعذب. قلت لها السيده انت شدي عليا، ومني غنوقف على رجلي غادي نجي ندي بنتي. صافي هي استغلت الظروف ديالي وانا ما قاريهاش، وسينيت على شي ورق ما عارفهمش، مني وراهم ليا المحامي تصدمت فيه. انا تنازلت على بنتي كاع بمره، انا ما تنازلتش عليها بمره، ما عرفتش السيده اللي استغلتني باش ترجع ليا بنتي. لا كنت في الوعي ولكن ما قاريش، ما عارفاش، كانت كتزرب عليا كتقول لي هادو غير صيني عليهم، هاد الوراق راه غير ديال الدريه لو وقع لها شي مشكل ولا شي حاجه. ولكن من بعد ملي دعيتها واكتشفت دوك الوراق قالوا لي المحامي تصدمت. وانا ما تنازلتش، ما عارفاش خويا، ما قاريش. قالت لي ما خصكش تبقاي تجي تشوف فيها حيت الدريه غتمرض. كانت عندها 3 سنين، قلت 3 سنين عطيتها لها 7 سنين. 7 سنين دابا في عمر دازت في 2017، دوز واحد الظروف صعيبه بزاف ما قدرتش. ودابا كنطلب من الجمعيه يوقفوا معايا بغيت نرد بنتي. راه ما كنعش والله، ما كنعش الله ياخذ فيك الحق، ما نسمعش ليك والله، ما نسمع ليك. وهي فاش حضرنا في الجلسه هاد الشهر هذا في 30، شهر 11 في 30، نهار 30، قسموا بالله وقف الجلسه وكتضحك، كتضحك عليا اقسم بالله، كتضحك انها زعما راني غلباتني. 06 35 80 31 45